مرحبا بكم. اليوم عندنا واحد الوجه جديد ديال المغاربه المسيحيين، دكتور عبد اللطيف. مرحبا بك. شكرا. دكتور بغينا نعرفوا شكون هو عبد اللطيف؟ أنا تزدت في نواحي مراكش، ويعني الدراسة ديالي ابتدائي إعدادي وثانوي. أه. قريت في مراكش. أنت مراكشي؟ و... <applause> آه مراكشي. <تصفيق> <تصفيق> و... ولما وصلت 18 سنة كنت في ليسي بن عباد، تعرفت على بعض الاصدقاء كانوا ملحدين، فصرت ملحد. وواحد صديقي شجعني باش نمشيو لبلجيكا. ذاك الوقت كان ساهل باش تمشي. كان لا فيزا لا والو. ما كانت لا فيزا لا والو. مشيت لبلجيكا وبديت نحضر في البكالوريا. وتعرفت على واحد الجماعه كانوا تيتلاقوا في البيوت. اها. كانوا شيوعيين. وكانوا تيجيبوا كتب من السفاره الروسيه تقولك لك بأن ما كاين حتى شي مشكل وبان العمال تما تقريبا عندهم نفس اسمه كلهم بحالهم بحال الحقوق نفس و... الحقوق وما كاين استغلال وداك قلت واو عجبك هذا هذا منظر جديد <تصفيق> 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 و... ومشيت يعني يوغوسلافيا كانت اسهل دوله شيوعيه بالنسبه لنا المغاربه ما, ما خصناش الفيزا آه. فمشيت ندرس في كليه الطب هناك في يوغوسلافيا درستي الطب في يوغوسلافيا آه. وانت شيوعي تبنيتي يعني ساعة يعني ديك الساعه ديك الساعه قلت صافي هذا هو النظام الجديد هذا الشيء اللي عجبك والله ما كاينش ويعني نظام اخر شحال جلستي تقريبا في يوغوسلافيا؟ تقريبا تسع سنين تسع سنين بين اللغه والدراسه اوكي وهاد في هاد الفتره هادي كامله ما كانش عندك يعني حتى شي تساؤلات ولا مثلا في الشيء اللي كنتي غادي فيه كان عاجبك يعني في الاخر ملي ملي كملت كي بقيت نتساءل أن قلت انا دابا تنحس بواحد الفراغ داخلي ما, ما كنتش فرحان براسي لان يعني في يوغوسلافيا اللي اللي سقطت فيه وطحت في واحد الخطا هو تما مكان رخيص آه. و... وبديت تنشرب اسمو شويه كثير فبديت نتساءل قلت دابا انا خلصت لازم نلقى واحد الحل وبقيت تسائل قلت احسن حاجه ناخذ لي واحد الفتره ديال العام نمشي لبريطانيا اسمح لي خلصتي واش يعني كت... ساليتي كملت القرايه كملت ديالك خديتي نشي... الدكتوراه ديالك صافي قلت لي مشي فكره مزيانه نمشي لانجلترا نقرا عامه الانجليزيه أه. وديك الساعه نشوف واش غندخل المغرب ولا نبقى في اوروبا اوكي ديك الساعه انت صافي وليتي خديتي الدكتوراه ديالك مشيتي لبريطانيا وفي بريطانيا شنو 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 لقيتي بدي... بديت... تماك بديت بديت تسجلت واحد المدرسه تنقرا الانجليزيه واحد النهار كنت غادي في واحد الشارع أه. وواحد عطاني واحد النبزه كتاب صغير على المسيح <applause> آه. بديت تنقرا الشهاده ديال واحد الشخص كان يعني بحال كان تيشرب وهو كان كاع اكثر. وانت ما و... في ديك المرحله ديال <applause> ويعني الرب الرب يسوع غير حياته على ما قلت واو قلت انا انا غادي نجرب واول مره غادي نمشي الكنيسه كتبت لهم قلت لهم انا بغيت نتعرف على ناس مسيحيين في بريطانيا في بريطانيا <applause> عطوني العنوان ديال واحد الكنيسه كانت تقريبا لي في لندن مشيت كانوا كانوا برازيليين برازيليين آه. م. لكن كانوا تي يترجموا لي بالانجليزي فيعني عجبتني العباده ديالهم وكان عندهم واحد النهار اجتماع الصاله نعم وكانوا يصليوا من اجل المانيا والمغرب المغرب وبداو آه. تيدعيو الساعه كان الملك الحسن الثاني كان عيان مريض شويه نعم. وكانوا تيدعيو تي معاه باش الله يعطيه الصحه ويعطيه بش. حكمه ود... و... وصلى من اجل المغرب برازيليين كيصلوا آه لاجل الملك آه ديالنا باش آه, آه, آه. فانا في الاخر مشيت عند واحد قلت له واش من علاقه عندكم انتم مع المغرب وتدعيوا مع المغرب قال لي اودي حنا الاله ديالنا يعني اله تيحب الجميع وحنا تنصلي ونحل الجميع وهذاك النهار يعني بحال شي حاجه تغيرت داخلي قلت كيفاش هاد هاد الناس. يعني تيصلي من اجل بلادنا ومن اللي خرجت للندن تنشوف الناس ديال الشوارع اللي عايشين والناس اللي في الكنيسه شعب مختلف كيفاش؟ يعني آه الناس في الكنيسه تتلقى ناس آه اخلاق ومتبعين تعاليم المسيح والعالم راه عايشين كل واحد عايش على هواه وهذيك الفكره كانت عندي انا في المغرب لأننا حنا تنعرفوا النصارى هما الاوروبيين هذوك هما النصارى لكن هذاك النهار انا اختلفت الفرق لقيت هذاك الفرق وقلت انا اليوم فهمت ما معنى مسيحي وهذه بالنسبه لي يمكن غتكون تجربه نتبع المسيح ممكن يغير حياتي غنهضروا على كيفاش ألقيت المسيح في حلقه جايه بقاو معنا مرحبا بكم دكتور اخر مره المره آه، اللي فاتت كنا هضرنا على انك مشيتي لبريطانيا وتعرفتي على واحد الكنيسه وتماك بديتي كت... كتهتم بالمسيح والمسيحيه اشرح لنا اكثر كيفاش وليتي مسيحي يعني اولا بديت تنقرا الكتاب المقدس وبالنسبه لك انسان اللي خلص الجامعه ما كانش عندي صعوبات لكن في الكنيسه كانوا ناس تيساعدوني على فهم بعض الاشياء ف... ومن بعد شفت كذلك التصرفات ديال المسيحيين اللي كانوا معايا في الكنيسه نعم ولقيت بان كاين عالمين ملي تكون في الكنيسه تنشوف ناس اللي متبعين تعاليم المسيح وملي تخرج لندن الشارع تلقى عالم اخر وفي نفس الوقت مشيت الكنيسه بريطانية تتكلموا انجليزي وشفت تقريبا بحال الكنيسه اسمه البرازيليه ناس كذلك محترمين ومتبعين تعاليم المسيح فانا قلت الان التجربه انا اللي, اللي, لقيت لازم هذا الاله اللي غير هذاك الانسان اللي كان سكير وهذا الاله اللي اللي مثلا هاد الناس مخليهم مختلفين على العالم نعم هذا اله انا اللي هو اللي بغيت يكون الاله ديالي فبقيت متبع القراءة القرايه ديال الكتاب المقدس ساعدتني كثير ورعيت الكنيسه كذلك كانت يدير معايا دروس اضافيه نعم <applause> وحسيت بان بدا واحد التغيير في حياتي. نعم، يعني <applause> لقيتي كاين فرق ما بين هذاك التوجه اللي كنت انت ديال الشيوعيه او اللي مثلا ديال الالحاد مختلف على على التوجه مثلا مع المسيح والحياه مع المسيح. بديتي بديتي كتشعر بان كاين ذاك الفراغ بدا كيعمر. فعلا بتتع... اللي كنتي هضرتي عليه قبل. فعلا بدا كيعمر لان لما كنت ملحد او او شيوعي كنت انا تنتحكم في حياتي تندير اللي نبغي <applause> واشياء مثلا كانت تتخرب حياتي. ما كانتش صالحه آه لي. ما كانتش صالحه لكن لما بديت عايش مع المسيحيين وبديت نتبع مثلا تعاليم المسيح، لقيت بان دخلت في واحد الاطار ديال مثل واحد بدا حياه جديده. شنو التعاليم المسيح اللي فعلا لمسات القلب ديالك ودارت ذاك لو شونجمون، دارت ذاك النهضه كما كنقولوا في القلب ديالك؟ مثلا تعليم المسيح كيفاش مثلا نهتموا بالاخرين كيفاش نهتموا نعم. بنفسنا اولا نعم. كيفاش نكونوا حنا بعدا مزيانين نعم. قبل ما نوريو الاخرين ونطلبوا منهم باش يكونوا مزيانين وهذه الاشياء كلها مثلا حسيت انها أه ماشي اشياء وقعت في شهر ولا شهرين لان يعني انا بقيت في هذيك الكنيسه تقريبا سنه ونصف شفت بان تعرف الانسان ملي تيكون علماني نعم يعني آه من بعد واحد السنه شفت بان اشياء كثيره تغيرت في حياتي. نعم بحال آه مثل مثلا كنت نحلف لك على حاجه بسيطه <applause> ونكذب ما بقيتش ما بقيتش نقصي من شويه <applause> ولا آه لا قلت نعم نعم اذا قلت لا لا والتوقيت نعم. مثلا الا درت موعد مع حتى ان لما دخلت المغرب حتى العائله ديالي لاحظوا هذوك الاشياء. لاحظوا هذا الاختلاف اه اختلاف من دخلت المغرب العائله ديالك عرفت بانك وليتي مسيحي وكيفاش؟ آه، انا انا قلتها لهم لكن كان الرد الفعل ديالهم شويه آه، يعني ملكت تيقولوا يقولوا راه حاجه عاديه يعني قبلوا الحاد آه، وما قبلوش آه، آه، لا ما قبلوش للمسيح. لان بالنسبه انا ما لان آه، عندنا مش غير في المغرب نعم. عندنا واحد الخليط بين الجنسيه والديانه دابا هما هاد اللي وليت مسيحي صافي راه ما بقيتش مغربي صافي حيتي آه حيتي حيت الجلده حيتي ف ولكن مع مع المده عرفوا بانني ديما تنزورهم وتهتم وتنهتم بهم و... وشافوا حتى مثلا آه الوقت عندي مضبوط الا قلت لك نجي نجي الا قلت ما نجيش ما نجيش نعم ف... و... وتا صحابك حتى هما كان عندهم نفس نفس هذا يعني الانتوراج ديالك كامل نفس الشيء عندي واحد صاحبي كان هذاك ملحد قال لي تي طومبي اوسي با كو سا زعما سقطتي حتى لهاد الدرجه هادي يعني اللهم آه الالحاد آه، ولا الى المسيحيه آه، آه. علاش لان بالنسبه له هو الالحاد هو حر يدير اللي بغى غير ما آه. كاين قيود ما كاينش مثلا ان حياتي انا ولات الاشياء اللي كنت نديرها ما ما بقيتش نديرها مثلا نخرجوا نمشيو نشربوا ولا عكسه ما بقاش فيها هذوك الاشياء كلها نعم فجاتو حياتي ولات غريبه ولات ممله حياتك بالنسبه بنسبال له ما بقاش آه ما بقاش دكتور شكرا بزاف على هذا الوقت اللي عطيتينا وغادي نعاودوا نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله شكرا مرحبا بكم مره اخرى مع الدكتور عبد اللطيف دكتور كاين واحد 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 الفكره كيقولوا ان كاع المسيحيين المغاربه اللي ولاو مسيحيين ما عندهمش نيفو ثقافي ما عندهمش واحد المستوى اجتماعي مزيان في رايك جات هاد النظره وعلاش هذه الفكره كاينه هو هو كاين غلط لان كاين بعض الناس تيظنوا بان الا ولا مسيحي ولا نصراني دوك غادي يقدر يمشي للسفاره وغادي يعطيه فيزا لكن هذا غلط صح يعني غلط لأن المسيحية هي واحد الديانة بسيطة لأن الرب قال تعالوا إلي البسطاء نعم. يعني المسيحية تتجمع الكل نعم تتجمع الإنسان البسيط المثقف الغير مثقف الإنسان العادي نعم. يعني لأن التعاليم ديال المسيح سهلة جدا وصل لكل الناس آه. وصل لكل الناس مثلا لما تيقول لك أحبوا أعداءكم تقول لك ما تسرق ما تكذب يعني الكتاب المقدس يقراه واحد خلص الابتدائي يفهمه نعم <applause> <applause> فيعني في مش ضروري ان الانسان يكون عنده واحد الثقافه ولا باش يصير مسيحي ولا مثلا نشوفوا ناس عمال تولي مسيحيين يقولوا لا هذا ولا مسيحي لان عنده اهداف باش يخرج للخارج ولا باش ياخذ فلوس <applause> هذو افكار شائعه ولكن هي غلط <applause> يعني كاينين مثلا الناس اللي يكونوا مش ما خصناش نتفاجئوا من الناس اللي مثلا اللي بوساطة واللي قارين واللي ما قارينش كيوليو مسيحيين حيث المسيح كيوصل لهذا وكيوصل لهذا وكيوصل لهذا في كل واحد في النيفو ديالو صحيح صحيح لان فيه ناس بوسطة عاشروا مثلا المسيحيين وشافوا فيهم شافوا فيهم اخلاق اللي اللي مثلا جاتهم غريبه بالنسبه للمجتمع اللي عايشين فيه <applause> وقالوا حتى انا بغيت نولي مسيحي ويعني كاين ترجمات ديال الكتاب المقدس جميع اسمو أه كاين البسطاء كاين ديال الناس مثقفين لان أه الغلط اللي تيغلطوا الناس تيقول لك احنا كتابنا كاين كتاب واحد لا احنا الكتاب المقدس هو كتاب واحد لكن الترجمات المترجمين تراعي الطبقات في المجتمع في حتى ترجمات مثلا للاطفال اها آه يعني كاين كتاب مقدس للاطفال نعم يعني تراعي باش كل واحد مثلا يفهم الكتاب هو كان غير الفكره ملي كنهضروا على كنقول مثلا النيفو الثقافي يعني بحال نوعا ما كيبغيو دائما يبينوا ان المثقفين ما كيولوش مسيحيين يعني انهم هما اعلى وانهم هما كيحس كيقراو وكيوعا وكيكونوا واعيين وصل لواحد معين فبالتالي ما كيقدروش يهبطوا لذاك المستوى انهم يوليو مسيحيين في حين ان هذه الفكره هذه ماشي صحيحه لا مش صحيحه لان كاين بعض الفئه اللي مثلا علاش ما تيبغيش يكون لا مسيحي ولا حتى مسلم تيبغي يكون ملحد لان تيبغي يعيش حياته حر. غير مقيد حر مم. مم. لكن مثلا كاين ناس مثقفين اللي مثلا ملي تيقرا الكتاب المقدس وتيفهم التعاليم يعني تلقى بأن حياه ممكن أن به مم. في آه انا عرفت مثلا ناس مثقفين مثلي و... ومسيحيين نعم نعم ف... دكتور آه... غنسولك واحد السؤال آه بزاف الناس كيسولوه كي بزاف المغاربه كاين في بال آه واش غراوك باش وليتي مسيحي شنو عطاوك لا شوفي آه المسيحيه حنا تنعطيو تنعطيو من وقتنا مم. تنعطيو الى سهل علينا الله حتى من فلوسنا مم. تنعطيو من الاشياء لان الرب تيقول داود قال يا رب من يديك اعطيتك مم. مم. فاحنا تنعطيو لله الشيء اللي اعطانا سواء كان علم سواء كان فلوس سواء ف فما تنظنش ان الناس تيجيو للمسيح باش باش ياخذوا اولا شي حد غراهم ولا شي غراهم حد أعطاهم شي حاجه باش يولوا المسيحيين ما كنظنش في غلط ممكن انا واحد واحد الشخص مثلا كان محتاج وممكن نساعده، انا ساعدت مسيحيين وساعدت مسلمين وساعدت ناس اللي اللي هما محتاجين مهم. لا هذه حاجه موجوده في جميع المجتمعات واحد الانسان اللي كان محتاجه عندك باش تعاوني ممكن تعاونيه لكن ما غاديش نقولوا هذاك حنتعاون ترى غريته هذاك آه، غلط نعم. صحيح دكتور شكرا لهذا الوقت اللي عطيتينا ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله مع شكرا مع السلامه دكتور عبد اللطيف مرحبا بك مره اخرى آه دكتور كيفاش آه ايمانك اثر في خدمتك كطبيب؟ انا يعني لما امنت شفت مثلا في الكنائس مؤمنين مم. اللي آه تيديروا اعمال اجتماعيه ولا تيروحوا لدول اللي محتاجه باش يعاونوا لان المسيح وصى على هذيك الاشياء لما أعطى المثل ديال السامري واحد الانسان اللي كان طايح وجا عدو ديالو فانا تاثرت بهذيك الاشياء ومن بعد لقيت واحد الصديق قال لي بان فيه دوله عربيه محتاجه الطبيب نحن اليمن نعم اليمن اه فانا قلت اليمن هذه دوله بعيده والحاجه اللي اللي كانت مزيانه انني ما محتاجش باش نقرا لغه ثانيه ولا شيء اليمن تتكلموا باللغه العربيه ففعلا قلت هذه تجربه بالنسبه لي فمشيت مشيت اليمن مشيت اليمن الشمال في مدينه صعده كان هناك مستشفى جمهوري نعم. وكنا تنشتغلوا آه مسلمين ومسيحيين في نفس الوقت في نفس المستشفى. وانت كنت كتشتغل كمسيحي تما المستشفى كمسيحي. كمسيحي وكانوا عارفين آه اسمه المستشفى الفريق الطبي ديالنا فيعني آه احنا حبينا اليمنيين ناس مثلا محتاجين كثير وناس طيبين نعم. حتى انهم كانوا دائما شيوخ القبيله نعم. آه يوم الجمعه بعد الاحيان كانوا تيعرضوا علينا نجيو نتغداوا عندهم تيقولوا لنا انتم ما عندهمش الكسكسو واقيله <applause> لا ما عندهمش ما عندهمش عندهم الروز هما واسمه <applause> فيعني قال تيقولوا لنا انتم تتخدموا وتتعاونوا ولادنا وعيالاتنا وعائلاتنا فيعني انا شفت بان فعلا الربح اللي هذيك الطريق فعرفت عرفت <applause> مثلا المكانه ديالي كمسيحي <applause> الناس كانوا تيبغيونا بزاف وكانوا تيقولوا لنا هذه شهادة ديالهم هما كيمانيين كانوا تيقولوا لنا انتم مختلفين بزاف يعني <applause> <applause> وكيعرفوكم انتم كاع الطاقم الطبي ديالكم كلها كلها كنا فريق فريق كنا فريق عالمي على الاقل كانوا تسعه ديال الجنسيات انا كنت الوحيد العربي نعم ويعني كانوا الناس تيفرحوا بنا وتشكرونا بزاف تيقول لنا الخير اللي تديروا فينا ما نساوش علاش لان كنا تقريبا كل الادويه تتجينا تبرعات آه. من دول اوروبيه او من منظمات خيريه مه. وكنا تنعطيو للناس العلاج مجانا حتى العلاجات اللي ما موجودينش في مثلا في اليمن كنا تنجيبهم مثلا من من اوروبا المانيا هولندا كندا امريكا فيعني كنا كنا بركه على الشعب اللي فعلا كان محتاج شحال تقريبا في اليمن؟ أنا جلست ثلاث سنوات هناك أها ومن بعد كملت نيت في نفس الدومين ديالك نيت يعني كطبيب مشيتي لبلاصة أخرى انتقلتي لشي مكان آخر يعني أنا بعد ثلاث سنوات جيت عطلة أييه في هذاك الوقت تزوجت بمراتي أييه وجينا عطلة الأوروبا وتلاقيت مع واحد الصديق قال لي عبد اللطيف مزيان أن تتخدم تخدم في بلاد بعيده تقدر هذه الاعمال الخيريه ديرها في بلادك بلادك المغرب اه وقلت فعلا قلت فعلا المغرب توا هو محتاج وبالاخص مع الملك محمد السادس يعني تفتح المجال للجمعيات الخيريه اه يعني انت كنت جيتي آه. يعني انا دخلت دخلت تقريبا المغرب في بين 99 و2000 نعم فدخلت مثلا المغرب و وفعلا خدمت في سمو بديت مع ناس منظمات خيريه مثلا في الشرق درنا واحد يعني قوافي. في ميدان لا قبل من هذيك درنا واحد البروجي في الشرق للاطفال المعوقين اه خدمنا مع واحد المنظمه سويسريه اللي آه. كانت هي اللي اللي تقريبا جابت الماتريال وكانت تجيب برامج مثلا خاصه للاطفال المعوقين وكان معنا واحد المهندس نعم آه. اللي يعني لقى برامج فرنسيه وترجمها مع مغاربه بالدارجه ادبتها, أدبتها آه. للمستوى ديال الشعب ديالنا وزعما هذاك البروجي كان ناجح بزاف فاسمو في الشرق نعم. ديال المغرب نعم, نعم يعني انت يا انت وانت يعني كما كنقولوا انت انت مغربي طبيب ما ما هذا كله ما غيرش من انك لا بغيتي تعطي وبغيتي تعاون بحكم الايمان ديالك وبحكم انك مثلا اختاريتي طريق مختلفة على اللي اختاروا الناس الاخرين. لان انا الواجب ديالي فيه ناس اللي مثلا تختاروا العالم انا اختاريت ان اموالي نحطها في السماء. امين. انا أمين. انا ركزت مثلا على نخدم الفقراء ونغني نفسي في السماء. امين امين، شكرا لك اخ الدكتور عبد اللطيف ونشوفك مره اخرى. عبد مرحبا بك مره اخرى دكتور قلتي لنا قبل انك انتقلتي للمغرب ووليتي عايش كنت جلستي واحد المده في وجده كتخدم انا جاتني فكره وتطرح عندي سؤال يعني واحد بحالك كنتي عايش في لندن عشتي بزاف ديال البلدان الاوروبيه عندك الحريه عندك تعيش حر كمسيحي ما كاينش مشكل علاش اختاريتي ترجع للمغرب يعني وانت عارف ان المغرب ما تقدرش تكون فيه مسيحي وما تقدرش تقول انني انا مسيحي الفكره هي ان مثلا اوروبا ولا سويسرا ما محتاجينش مثلا الاطباء وشفت بان بلادي محتاجه اكثر كيف قلت لك مثلا فوجدا فيه منظمه سويسريه بدات واحد انا شجعتهم باش يعملوا اعمال للاطفال المعوقين وكان مثلا بروجي اللي نجح مزيان. فكنت انا مره مره نمشي لوجده تنشوف الراقب وتنعمل الرابور للجمعيه اللي كانت تتعاونهم في سويسرا وفي نفس الوقت زوجتي اشتغلت في الدار البيضاء في مدرسه امريكيه الله بدات وكانت بالنسبه لنا ان المدرسه الامريكيه كانت تقري ابناء الاغنياء لكن جات الفكره للمدير هل ممكن نساعد الفقراء اللي حولنا وتعرفي دار بو عزة كل هذوك النواحي ما فيه الناس محتاجين وفقراء كثير صح فتحت لنا الفكره نديروا حملات طبيه مم. وكنا تنديروا كل سنه حملة طبيه اللي كنت تنختار اطباء أه. مغاربه والاطباء الامريكيين باش يكون واحد الانحكاك باش الاطباء ديالنا يستافدوا كذلك من الخبره ديال الاجانب وكنا تنديروا حملات في ميدان طب الاسنان لان نعم. عندنا الدراري مساكن في القرى صح كنا دربي يقدر يمشي يشوف طبيب الاسنان آه. على الاقل صح. 200 300 درهم وكنا تنديروا كذلك تنجيبوا اطباء العينين وتنعطيو للدراري نظارات مجانا وتنديروا الطب العام وكذلك الجراحه التقويميه تعرفي عندنا مثلا فيه بعض الحالات ديال الدراري تتزادوا نعم. تيكون عندهم داك الشارب مشوه والحلق هذا يا وهذيك العملية تقريبا جوج الملايين ثلاثة والمستشفيات اللي تيديروها تدار غير في الدار البيضاء وفي الرباط ولا في اسمو في البريفي اه يعني مستشفيات فنشكر الله ان واحد الجراح امريكي كان كان تيجي وكنا آه في مستشفى اللي هو صغير المستشفى ديال مولاي الحسن في دار بوعزه واو. كنا تنديروا هذيك العمليات للناس الفقراء واو ويعني آه يعني ان حتى ان أكن دائما تنخدموا مع وزاره الصحه وزارة التربيه الوطنيه، انا الهدف ديالي كان هو نعاون مثلا الناس الفقراء لكن نخدموا كذلك كفريق آه كفريق ويكون المسيحي جانب المسلم باش نعرفوا بان ممكن نخدموا مع بعض احنا الاثنين مع بعض آه لان انا شفت الخبره مثلا دول مثل امريكا، مم. كندا، مم. استراليا، ما هو سر ديال النجاح ديالهم؟ مم. تعددية نحن نعيش اليوم في واحد العالم اللي ما بقاش محدد أنا أنا مثلا فرنسي ولا أنا لا ممكن مثلا يخدم آه المسيحي الجنب اليهودي جنب المسلم البربري الملحد لأن بغينا نبني واحد الوطن تعددية فيها كل واحد يجيب نعم. اللي الله نعم. وهذاك الشيء هو اللي تيخلي بلادنا تكون غنيه. نعم يعني الاختلافات العرقيه والدينيه نعم. وهذا كل شيء مابقاش. انت... الاشياء هذيك شخصيه. صح انا بالنسبه صح. لي الديانات شخصيه صح. لكن باش نبنيو الوطن ديالنا اقتصادي محتاجين لبعضنا البعض. نعم. محتاج انا ال... ال... الافريقي محتاج ال... اسمه الفرنسي محتاج هذا باش نبني وطن وك... وكانوا عندنا هذوك الحملات كنا تنخدموا فيهم عده جنسيات اجانب نعم. وكانت ناجحه. يعني بكل المعايير وكان آه. ناجح ان هذا الوقت اللي كنت هنا في المغرب كان آه. مزيان وكان والحمد لله انا شفت ان في المغرب فيه اطباء اللي عندهم هذاك الهدف مزيان انهم يخدموا بلادهم مع اخرين ويعطيو كان معنا واحد الصيدلي لما تخلصوا آه تكمل الدواء تيمشي يجيبوا من الصيدليه ديالو واو عندنا ناس في المغرب اللي الحمد لله صحيح آه غاديين مزيان و وعطانا الله مالك اللي اللي شفنا في 10 سنين شنو عمل علاش مثلا ما نمشيوش في هذيك الخطه ان في يوم من الايام نشوفوا بلادنا مثل الدول بس المتقدمه بس عندنا صح. عندنا لو عندنا كل شيء. لكن آه لازم العقل ديالنا يكون شويه متوسع بفوك. قادرين نحتوي آه. عباد الله آه. باختلافهم وبكل شيء اه فعلا فعلا شكرا لك دكتور م. نشوفك مره اخرى ان شاء الله ماسخيناش آه. بك <applause> <applause> دكتور مرحبا بك مرة أخرى مؤخرا طرات لك شي مشكلة واللي بسببها اضطريتي تخرج من البلاد عاودنا اش فعلا في 2010 انت تتعرفي في بلداننا دائما مش غير في بلداننا حتى في, في اوروبا قبل الانتخابات دائما الناس تتحاول تبين بانها عندها غير على الوطن والاشياء مثل هذيك نعم. وكان بعض العناصر الاسلاميين عملوا ضغط داخل البرلمان وفي الحكومه وكنتيجه في 2010 بزاف ديال الاجانب طردوا من المغرب نعم. ومن بينهم زوجتي لانها كانت اجنبيه اه يعني الزوجه ديالك اجنبيه اجنبيه فيعني عطاوها 48 ساعه باش تخوي البلاد آه. ومهما انني انا مغربي وقتل السلطات ايش نوع عملت قال احنا ما عارفينش جانا امر وفيه 48 ساعه خصها تخوي المغرب يعني هذا يعني درنا احنا كمسيحيين تنحترموا السلطات قالت لي جورج ملي هما ما ما بغاونيش صافي و وطرينا يعني باش نخرجوا من البلد وحنا دابا عايشين في اوروبا الحمد لله يعني باقي انا الاعمال الخيريه اللي كنت ندير في المغرب باقي تنديرها الان في اوروبا لان الان اوروبا حتى هي محتاجه بالاخص اليوم اللي فيه لاجئين كثيرين من سوريا ومن العراق ف... فالرب يعني خلاني نكمل عملي اللي كنت ندير في المغرب، لكن صحيح. لكن انا تنتاسف لان هذا الشيء اللي تندير في اوروبا ممكن كنت ندير نديرو في المغرب ولا ندير اكثر منه صحيح. وكانوا ناس مغاربه اللي مستعدين وباش هذيك التجرب... التجربه ديال الحملات الطبيه اللي درنا وحدة حتى في مدينه العيون في الصحراء وكانوا ناجحين خلاونا مثلا بحال أننا كومونسي سونسيبيليزي المغاربه فيه بزاف المغاربه صاروا يغيروا يبغيو حتى هما يعملوا اعمال خيريه مزيان وللاسف هذاك العمل مثل توقف في الوسط صحيح صحيح آه لان لما انا غادرت المغرب هذوك الاعمال اللي كنا تنديروا في دار بوعزة أه حبسات, حبسات حبسات مم. دكتور انا بغيت غير نرجع معك شويه لهذيك النقطه ديال ملي يعني الزوجه ديالك عطاوها 48 ساعه باش باش تغادر بغيتك تعطيني او لا توصف لي على الاقل في ذاك الوقيته كيفاش كان احساسك تجاه الوطن ديالك تجاه بلادك جراولك على مراتك يعني بهذا بهدل بهذا لو يعني أه صراحة اللي كنت كنت مسلم كنت غادي نقول خلاص هذه البلاد نبيع وصافي لكن احنا كمسيحيين الرب علمنا لأنه داز من هادوك التجارب نعم أنا ما تلومش مثلا بلادي ولا تنكره بلادي لأن إلا إلا واحد مثلا غلط في حقي أنا أنا تنعرف بأن كاين واحد العادل نعم. وحيد في العالم هو الله نعم أنا خلي الله هو يحل ذاك المشكل مش أنا نعم. فأنا أنا الآن باقي عندي علاقات نمشي للمغرب يعني كل سنه وتنزور اصدقائي وتنزور ناس ولا كانوا الناس محتاجين تنعاونهم يعني آه للاسف مراتي ما, ما تقدرش ترجع مثلا لحد الان مازال ما تقدرش لا, لا ما تقدرش يعني ما تقدرش ترجع لكن انا تنمشي تقريبا مره ولا مرتين في السنه وعندي علاقه مزيانه مع العائله ديالي ومع الناس اللي اللي كنت نعرف من قبل نعم يعني نعم حاولتي حاولتي تدق البيبان وتشوف شنو اللي خلى مثلا واش ممكن ما ترجع ولا ما ترجعش وعلاش؟ انا حا... انا حاولت شفت مع واحد المحامي قال لي قال لي من الناحيه ديال وزاره العدل ما عندها حتى شي مشكل أه. وجاتنا و... و... ورقه بان ما عندها حتى شي تهمه وفين المشكل؟ و... و... ولما تنمشيو الأمن تلقاو بان الاسم ديالها باقي في اللائحه السوداء وهذا المشكل دابا كاين وزاره العدل تيقول لي زوجتك ما عندها اي مشكل وعندي أه. ورقه بان ما عندها اي مشكل <applause> انا غير دابا في ابريل كنت في المغرب نعم. وشفت محامي قال لي مراتك ممكن تدخل لكن لما شفنا على الكمبيوتر ما آه باقي الاسم ديالها على حما يمكنش تدخل فاحنا نصلي وحنا ممكن السلطات لو كان وزاره العدل تقول هذه المراه بريئه م. على الاقل يكون واحد اتصال وتكون عندنا راي واحد في حكومه واحده بصح مش عده اراء واحد يقول لك تعالوا والاخر يقول لك لا بصح وحتى بالنسبه لك يا يعني كمغربي حفظ حقك كمغربي ومواطن مغربي في انك تكون مراتك معاك لان مراتك كتبع راجلها فهي إيه معاك إيه. الحق لمراتك ويخليوها هما هما بعد لما جاتنا هذيك باش مراتي تخوي البلاد <applause> قالوا لي البوليس حنا عبد اللطيف انت ولدك مرحبا بقاو في المغرب انت ولدك ولي امي مع... <applause> ولد لا <applause> قال لي انت ولدك بقاو في المغرب قال ولدي ممكن تكمل قرايتك لكن هما ما عارفينش بان عندنا احنا المسيحيين العائله واحده ما يمكنش صح. آه يعني الرجل والمراه يصيران جسدا واحدا صح. ما يمكنش نقسموا يعني صح. من اللي مشات مراتي انا مشيت معها بصح و... بصح وكان مؤلم بالنسبه لها وبالنسبه لنا احنا بصح أه شكرا لك وشكرا على الصراحه ديالك واللي شاركتي معنا نتمنى نتلاقاو بك عاوتاني مره اخرى ما شبعناش منك <تصفيق> 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 دكتور عبد اللطيف مرحبا بك مره اخرى أه المره اللي فاتت كنت قلت لنا بانه جراولك على المدام واضطريتي حتى نتايا تخرج من البلاد أه انا اللي ما وضحش ليا واش جراو على المدام حيت هي مسيحيه ولا على ودك نتايا يعني ما عرفوش كيفاش يدوزو قالوا غادي نجروا على المدام غادي نمشي توا معها وضح لي هي فعلا الاجانب في المغرب عندنا عندهم الحق يروحوا الكنائس وعندها حق تكون مسيحيه احنا مثلا المغاربه كنا كانت عندنا عبادة بيتيه وما عندناش الحق نمشيو للكنائس ويعني السلطات كانوا تعرفوا لان انا وراء اسمه اعمال اجتماعيه وكذلك نشيط, نشيط في, يعني. في, الكنائس المغربيه م. فاحتمال انهم أه كما انا مغربي قانونيا ما, يط... ما يقدروش يطردوني قالوا نطردوه نطردو زوجته هو راه مضطر يروح اها اها آه. لان ي. لما لما مشيت مع زوجتي فاش عطات 48 ساعه قال لي قال لي انت وابنك ممكن تبقى وابنك يخلص الدراسه وبقى وهي جا جاها الطرد فيعني كان باين ان اسمه يعني انهم كانوا بغاو يتخلصوا بغا منك بغا انت بطريقه مني انا وانت فايت لك كنتي كتمشي وكتجي عند السلطات يعني في بعض الاحيان فين يعني السلطات كانوا بعد الاحيان ملي تكون عليهم الضغط من نعم. بعد الاحزاب نعم تيديروا دوك الحملات يعني مره كان عندنا غير دراسة كتاب مقدس ودخلوا علينا البوليس وتاخذونا لكن لكن تيطلقونا تيقولوا حنا تنعرفوكم انتم الناس ديال السلم لكن حنا تنعملوا العمل ديالنا يعني يخل... فيعني آه عدة مرات آه اشياء تتوقع مثل هذه يعني انا كنت آه السلطات كان ملف عندهم بان انا, أنا مسيحي و... وعارفين علي كل شيء وناشط في ال... و... في في الدومين الاجتماعي وفي ال... و... 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 الكنائس وهذه تقريبا هي أح احسن طريقه باش ممكن يرتاحوا شي شويه منك ومن آه، من الخدمه ديالك شي شو شويه فعلا فعلا آه،, اه اه بصراحه ماشي سهل يعني التجربه ماشي 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 سهله أه، ل... ل... شنو شنو الى الى دابا دابا وحنا الى الى بغينا نقولوا اولا شنو كتمنى؟ ما عرفتش كيفاش نصيغ لك السؤال ولكن بغيت نقول شنو كنتمنى يعني في البلاد ديالنا التغيير اللي طرا في البلاد ديالنا باش باش بحال هاد لا سيتوياسيون اللي دزتي انت فيها ما يدوزوش فيها مغاربه اخرين وما يدوزوش فيها مغربيات وحده اخرين شنو كنتمنى وشنو كترجى في هاد البلاد اللي يكون حنا حنا بلاد تنفتخروا كثير باسم التورات الاندلس انا مم. اتمنى التورات الأندلسية اتمنى نرجعوا للقرن العاشر القرن العاشر ونشوفوا مثلا ليش وصلت مثلا الحضارة لواحد القمة لأن كان اليهودي والمسيحي والمسلم يشتغلون سوا كانوا مع أتمنى في بلدنا. أن في بلادنا ما يبقاش هذاك التفكير الضيق صح. كيف ذكرت مثلا أمريكا وكندا ليش يعني. وصلوا من الدول العظيمة مم. الدين ديني شخصي نعم لكن خصنا أنا أتمنى أن بلادي واحد النهار يكونوا كل أفارقة عرب اجانب نعم. جميع الديانات حتى بوديين نشتغلوا نعم. لان اليوم العالم اصبح صغير نعم. لا اليوم العالم اصبح صغير آه. والدول اللي تقدمت هي الدول اللي تحتوي جميع الفئات صح ما ممكنش نضرب الرش بيد واحدة بصح. بصح بصح ولا نعتمد على نفسي مه. مهم. محتاجين حتى انا 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 جربت هذا لما عملت كنت ندير الخدمات الطبيه احنا محتاجين لبعضنا بعض حتى في اليمن مثلا ليش كنا ناجحين لان كنا اكثر من من تسع اسمو دول آه. وكنا نشتغل مع اليمنيين وفي في المغرب نفس الشيء مثلا في الحملات الطبيه كلها كنا نشتغل مغاربه واجانب مهم. وكنا قلنا محتاجين لبعضنا بعض محتاجين نكملوا بعضنا بعض الانسان مش كامل انا مثلا مش كامل عقليا <applause> ممكن نستفد منك انت ممكن نستفد من الاخر ممكن الاخر يستفد مني وانا اتمنى ان المغرب نعم يوصل لهذا الفكر يتوسع العقل ديالنا وديال حكومتنا اننا نشمل الجميع باش في يوم من الايام نكونوا احسن دوله في افريقيا <applause> ولا من بين الدول العظيمه هذا هدف حكومتنا وتنتمنى باش نوصلوا ليه <applause> نوصلوا ليه بهذا الفكر اننا العدو ديالنا هو الشيطان بصح عجبني يعني بغينا نبني واحد البلاد اللي بصح. تكون تكون فيها محبه ويكون احترام الاخر انا مسلم خلاص انت مسيحي نحترمك وتحترمني بصح. بصح وما تكونش فينا ديك الغيره الوطنيه اللي غالطه بصح بصح شكرا لك دكتور ما كنسخاش بالهضره معاك ونشوفك مره اخرى ان شاء الله صح. شكرا لك شكرا, لي. شكرا.